فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. إيه وقفنا عند جواز الإقامة. ماشي يا أستاذ. قال الإمام النووي كل حديث تأتي بإسناد واحد عشان نقدر ننتهي. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب جواز الإقامة بمكة للمهاجر منها بعد فراغ الحج والعمرة 3 أيام بلا زيادة. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنة. نعم القعنبي من ثقات الأثبات من أروى الناس ومن أصح الناس رواية عن الإمام مالك. قال حدثنا سليمان يعني ابن بلال. سليمان بن بلال أبو محمد من ثقات الأثبات رواه له الجمهور. عن عبد الرحمن بن حميد. عبد الرحمن بن حميد هو من الثقات رواه له مسلم أو داود والنسائي. أنه سمع عمر بن عبد العزيز. نعم. أنه سمع عمر بن عبد العزيز. نعم. يسأل السائب بن يزيد. يقول: هل سمعت في الإقامة بمكة شيئا؟ فقال السائب: سمعت العلاء بن الحضرمي يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: للمهاجر إقامة 3 بعد الصدر بمكة. كأنه صدر هو النفر الثاني الرحيل من مكة. كأنه يقول لا يزيد عليها. وعن رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه 3. الباب اللي بعد ومهمة جدا: بعد قضاء نسكه. يعني فيها مسألة. صدر. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب تحريم مكة وصيدها وخلائها وشجرها ولقطتها إلا لمنشد على الدوام. قال الإمام إلا لمنشد على الدوام، هذا ترجيح من النووي، يعني التبويب هنا على الترجيح فيما يذهب إليه، وإلا فالمسألة فيها خلاف. الفهم الفائد. أيوة 3-4 جيد. وطبعا تعرفون يعني إيش على الدوام، يعني هو يعرف اللقطة ليس سنة بل على مدة حياة، يعني لا يمتلك، وهذه مسألة فيها خلاف. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي. مرهوي قرين الإمام أحمد ثقة ثبت روى له الجماعة البخاري ومسلم ودول الترمذي والنسائي. قال أخبرنا جرير. جرير بن عبد الحميد ثقة ثبت روى له الجماعة. عن منصور بن المعتمر ثقة ثبت روى له الجماعة. عن مجاهد. مجاهد تلميذ ابن عباس وطبقة من طبقته أيضا طاووس، وهو من ثقات الأثبات من النبلاء. نعم. عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة فتح مكة: لا هجرة ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. وقال يوم الفتح فتح مكة: إنها قال لا هجرة ولكن جهاد ونية. كيف جهاد جبتها منين؟ هذا المفروض تكون مرفوعة ولكن جهاد ونية. قلت جهاد أنا ما اسمعش. صحيح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. وقال يوم الفتح فتح مكة: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط إلا من عرفها ولا يختلى خلاها. فقال العباس: يا رسول الله إلا الإذخر، فإنه لقينهم ولبيوتهم. فقال: إلا الإذخر. يعني أتي لبعض مع سلام شيخ إن الله حبس حين ما مكة فيه. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: لما فتح الله عز وجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في الناس فحمد الله واثنى عليه، ثم قال: ان الله حبس عن مكه الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وانه لن تحل لاحد كان قبلي، وانها احلت لساعه من نهار، وانها لن تحل لاحد بعدي، فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها ولا تحل ساقطتها الا لمنشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، اما ان يفدى واما ان يقتل. فقال العباس: إلا الإذخر يا رسول الله، فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا،
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر. فقام أبو شاه رجل من اليمن فقال اكتبوا لي يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي شاه. قال الوليد فقلت للأوزاعي ما قوله اكتبوا لي يا رسول الله؟ قال هذه الخطبة التي سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى باب النهي عن حمل السلاح بمكة بلا حاجة. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثني سلامة بن شبيب بن إسماعيل ثقة رواه مسلم وأصحاب السنن الأربعة. قال حدثنا ابن أعين قال حدثنا معقل عن معقل بن عبد الله الجزري صدوق في حفظه كلام روى له مسلم وأصحاب السنن الأربعة عن أبي الزبير. طبعا كما قلنا أبو الزبير هو ثقة كما قال الذهبي نبيل حافظ واسع العلم، لكن روى له البخاري مقرونا وروى له مسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه ومن السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم صحابي ابن صحابي قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لأحدكم أن يحمل بمكة السلاح. وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى باب جواز دخول مكة بغير إحرام. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي القعنبي في غزالة رواه جماعة وأروى الناس عن مالك في الموت ويحيى بن يحيى أبو زكريا النيسابوري مر علينا كثير أكثر عنه الإمام مسلم وقتيبة بن سعيد البغلاني غزالة رواه جماعة. أما القعنبي فقال قرأت على مالك مالك النجم صاحب المذهب. وأما قتيبة فقال حدثنا مالك وقال يحيى واللفظ له قلت لمالك أحدثك ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنس من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه مغفر فلما نزعه جاءه رجل فقال ابن خطل متعلق بأستان الكعبة فقال اقتلوه. فقال مالك نعم نعم جزاكم الله عنا خير. هو الكلام هنا مع أن الكلام على الحج، لكن هو الآن المصنف يبين لنا فضل هذه الأراضي الشريفة المقدسة زادها الله تشريفا وتعظيما وحماها وحفظها وحفظ بلاد المسلمين. الباب الأول أتكلم عنه بجواز باب جواز الإقامة بمكة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقيمن مهاجر في مكة بعد قضاء نسكه ثلاث، لا يقيمن بعد ثلاث، لا يقيمن مهاجر في مكة بعد ثلاث أو بعد قضاء نسكه ثلاث. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني هنا يضرب لنا أصلا نتكلم فيه على مسألة الترخيص ومسألة المسافة التي يمكن الإنسان أن يترخص فيها أن يكون مسافرا لا يكون مقيما. قال لا يقمن مهاجر فوق ثلاث، لا يقمن مهاجر فوق ثلاث، هذه فيها دلالة على أنه إذا أقام فوق ذلك فإنه يصير مقيما لا مسافرا. وكان الأمر على التحريم بأن المسلم الذي هاجر من مكة إلى المدينة وكانت الهجرة من مكة واجبة لأنها كانت آنذاك من الديار ديار الكفرة، فكان يجب على كل مسلم أن يهاجر من مكة إلى المدينة. قال الله جل وعلا الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فلذلك ما كان يحل لامرئ من أهل مكة هاجر من مكة إلى المدينة بعدما تأسست الدولة الإسلامية هناك أن يمكث في مكة فوق أربعة أيام. لذلك قال السلام لا يقمن مهاجر فوق ثلاث. العلماء يقولون في هذا الباب بأن المسافر يصير مسافرا إن لم يعقد العزم على أن يبقى في البلد التي سافر إليها فوق أربعة أيام أو فوق ثلاثة أيام لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقمن مهاجر فوق ثلاث. فهذا منطوق، المفهوم أنه لو أقام فوق ثلاث فحكم حكم المقيم لا المهاجر لا يترخص، وكان يحرم عليه أن يكون مقيما بمكة لأنه قد هاجر من مكة. لذلك قال يرتى لسعد بن خولة قال لكن البائس سعد بن خولة لما مات في القضية الكبرى عند مرض سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وارضاه. فالمسألة الأولى بأن مدة القصر أربعة أيام أو ثلاثة أيام، طبعا على خلاف العلماء الشافعية والحنابلة اتفق على هذه المدة، لكن الشافعية قالوا أربعة أيام بغير يومي الدخول والخروج يعني ستة أيام المجموع أو العكس الحنابلة قالوا أربعة أيام بغير يومي الدخول والخروج، والشافعية قالوا ثلاثة أيام بغير يومي الدخول والخروج، وهذا قول مالك. وللحديث ظاهر جدا قال فوق ثلاث. فإذا عقد العزم في المكوث إلى بلدة يسافر إليها فوق أربعة أيام فيتم من أول يوم لا يترخص،
فإن كان سيمكث ثلاثة أيام غير يومي الدخول والخروج، لأن السلام خرج إلى منى فاحسبوها يوم الخروج، فيكون هو سائرا، يكون سائرا فلا يحسب، وأيضا الخروج يكون سائرا فلا يحسب، والمكوث ثلاثة أيام، فوق ثلاثة أيام يكون مقيما. فإن عقد العزم على المكوث فوق ثلاث في البلد التي سار إليها أو يسافر إليها فمكث فيها أو عقد العزم من أول يوم أنه يمكث فوق ثلاثة أيام، عليه الإتمام من أول يوم، عليه الإتمام من أول يوم. حالة وحيدة فقط يمكن أن له القصر والترخص برخص السفر إن كان لا يدري متى سيسير، أنها متذبذبة مترددة، أسافر اليوم أمكث اليوم، أسافر غدا أمكث غدا، فإن كان متذبذبا فله ذلك. وطبعا قالوا هذا الكلام ينزل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك، وفي أيضا الفتح، عام الفتح عندما مكث النبي صلى الله عليه وسلم يحاصر القوم، هو لا يدري نفتح اليوم نقفل اليوم نسير اليوم نرجع اليوم، ما يدري ما عزم. فإن عقد العزم فوق ثلاث فهذا الذي لا يترخص برخص السفر لأنه يصير بذلك مقيما، وهذا دليل واضح جدا لما تبناه أو ذهب إليه الإمام الشافعي والإمام مالك وأيضا الإمام أحمد، وهذا هو الراجح الصحيح خلافا لمن قال بعشرين يوم أو 18 يوم أو أكثر من ذلك أو أقل من ذلك. الصحيح بأنه يصير مقيما إن مكث في البلد التي سافر إليها فوق ثلاثة أيام. هذه المسألة. والمسألة الثانية في قول السلام بعد قضاء النسك، بعد قضاء نسكه، وهذه فيها دلالة واضحة جدا أنه سيمكث ثلاثة أيام، وقال بعد قضاء النسك، يبقى إذن هو مطالب إذا حج ألا يرحل من البلد الحرام إلا بعد طواف الإيش، لا طواف الإيش الوداع. فلما يقول بعد قضاء النسك دلالة على أن طواف الوداع ليس من النسك، لأن الإنسان قال يمكث فوق ثلاث، لا يمكث فوق ثلاث بعد قضاء النسك، لأنه وإيش، كيف نفهم هذا عبد الباري؟ نفهم من قوله صلى الله عليه وسلم لا يقيمن مهاجر بعد قضاء النسك، نسك الحج فوق ثلاث، قلنا يبقى جزما طواف الوداع ليس من النسك. ليش؟ ممتاز، لأن آخر العهد يكون بالبيت، فمعنى أنه يمكث ثلاث أيام يبقى ليس بآخر العهد، آخر العهد جالس في مكة، صحيح ولا لا؟ فهذه دلالة على أن طواف الوداع عبادة مستقلة ليس من النسك، لكننا نقول هو ملازم للنسك. لذلك نحن نقول من ترك الرمي وذهب فطاف طواف الوداع ورحل على ذلك وقال علي دم للرمي، قلنا لا عليك دمان، دم الرمي ودم ايش؟ طواف الوداع، لان طواف الوداع وان كان عباده مستقله لكن الترتيب الصحيح لطواف الوداع ان يكون بعد قضاء النسك، وانت بترك الرمي لم تقضي النسك، يبقى اذن عليك دم طواف الوداع ايضا مع دم الرمي. الغرض المقصود قوله السلام بعد قضاء النسك دلاله على طواف الوداع ليس من النسك لكنه واجب، لان السلام قال يعني امر الناس، او حديث ابن عباس امر الناس ان يكون اخر عهدين بالبيت يعني في الطواف، ولكن رخص للمراه الحائض. هذا بالنسبه للباب الاول الذي تكلم فيه المصنف في مساله الاقامه بمكه. المساله الثانيه بيان حرمه هذه الاراضي المقدسه العظيمه التي بين فيها ان السلام حرمه هذا الشهر الحرام الذي حرمه الله تعالى يوم خلق السماوات والارض، وهو بحرمته الى يوم الدين، وهو بحرمته الى يوم الدين حرمه ابراهيم عليه السلام ودعا لمده ونصائه، وايضا حرم السلام المدينه في قول السلام لا هجره بعد الفتح. الحديث الاول قال فيه السلام لا هجره بعد الفتح، ما معنى هذا الكلام؟ اشكل على بعض العلماء لا هجره يعني انقطعت الهجره بعد ما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكه، هذا الكلام بالتفصيل ننظر فيه، لان هذا الكلام ليس على الاطلاق، هذا الكلام مقيد بمكه. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم هنا السياق يبين لك ان قول صلى الله عليه وسلم لا هجره يعني من مكه بعد الفتح، والا فالهجره الى يوم الدين، إن كنت في بلاد الكفر لا تستطيع أن تعلو بدينك أمام الكافرين، فوجب عليك حتما الهجرة إلا أن تكون مضطرا إلى ذلك. زي قلنا وجب على المسلم أن يكون في بلاد المسلمين، لا يهاجر أمام أهل الكفر إلا أن يكون قد أظهر دينه حقا، أو أنه قد اضطر إلى ذلك يعني ولم يجد سبيلا إلا هذا. فهذه مسألة الاضطرار أمر آخر. لذلك قال السلام لا هجرة بعد الفتح يعني لا هجرة، الأصل في التقدير لا هجرة من مكة بعد الفتح، لأنه لما فتح كانت الهجرة أولا واجبة، لأن الديار كانت ديار إيش؟ ديار كفر. فلما فتحها النبي صلى الله عليه وسلم وفتحها الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين، دخل فاتحا بأبيه وأمي وتقطع رأسه على رأس المغفر، تقطع رأسه شكرا لله وذلا لله جل في علاه، خطب الناس بالعمامة السوداء
كان فتحا عظيما صارت مكة دار ايه؟ دار اسلام. صارت مكة دار اسلام، فلما صارت دار اسلام فلا هجرة فيها. فمعنى كون المسلم لا هجرة بعد الفتح يعني لا هجرة من مكة بعد الفتح، هذا التقدير للتقييد، وإلى فالهجرة على يوم الدين. قال لا هجرة بعد الفتح، ثم قال ولكن جهاد وإيش ونية. قال ولكن جهاد ونية أيضا يدل على أن الجهاد ماض إلى يوم الدين، رفعة الإسلام ورفعة طبيعة الإسلام تكون بالجهاد، الجهاد ماضي إلى يوم الدين، ولكن جهاد ونية. قال ونية يعني هذه إشارة أيضا أن الجهاد لا يقبل عند الله جل في علاه إلا أن يكون إخلاصا لوجه الله جل في علاه لرفعة الإسلام، لا للتراب الغالي ولا للسفينة الغالية، لا، المسألة تكون بالنية الخالصة لوجه الله جل في علاه ونصر الدين الله جل في علاه. لذلك جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم قال أرأيت الرجل يقاتل غنيمة، يقاتل للذكر، يقاتل لرفع رأس الإسلام؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا شيء له. عادها ثلاثا فقال لا شيء له، إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجه، لا إن الله لا يقبل العمل إلا ما كان خالصا الوجه يعني وابتغي به وجه الله سبحانه جل في علاه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وإذا استنفرتم فانفروا. هذه أيضا احتج بها العلماء على قلب فرضية الجهاد الكفاية إلى فرضية إيش؟ عين، لأن الأصل فرض في الجهاد أنه فرض إيه؟ فرض كفاية، ينقلب إلى فرض عين بأمر ولي الأمر، وإذا استنفرتم يعني من ولي الأمر، فإذا أمر ولي الأمر بالجهاد صار فرض عين على كل إنسان، صار فرض عين على الإنسان. يا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال وإذا استنفرتم فانفروا. فهذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة قول السلف إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله له. طب حرمه الله، حرمه الله بإيش؟ ما هي الضوابط التي نقول فيها حرم الله هذه الأرض المقدسة الشريفة؟ حرمه الله جل في علاه، وقد بين السلام التحريم الذي في هذه الأرض العظيمة. قال لا يعضد شجرها ولا تلتقط لقطتها اللقطة فيها إلا لمن عرفها، ولا يختلى خلاها، لا يختلى خلاها. يبقى إذن السلام بين لنا أحكام ثلاثة، لا يختلى خلاها، حتى استثنى الإمام العباس رضي الله عنه أرضاه قال إلا الإذغر يا رسول الله فإنه للقبور وللطينات. قال للقبور، قال نعم إلا الإذغر. وقد استدل ابن عباس في هذا الاستثناء عندما قال يا رسول الله إلا الإذغر فإنه لقبورنا، فقال السلام إلا الإذغر، لكن تكلم بكلام أجنبي بعدما قال إلا الإذغر، فقال الاستثناء ليس شرطا فيه أن يكون موصولا في الكلام، وهذا ماذا ابن عباس. ولذلك فرعوا على هذه المسألة تفريعات، أنه لو قال لامرأتي أنت طالق ثم لم يستثني إلا بعد أسبوع، قال إن شاء الله مثلا أو قال إلا كذا، فقالوا يصح هذا الاستثناء، هذا عند ابن عباس، يعني قال إن شاء الله، ولو كان الكلام متباعدا ودخل الكلام الأجنبي بين هذا الكلام وبين الاستثناء صح هذا الاستثناء. وجمهور الخلف والسلف يقولون لا يصح هذا الاستثناء إلا أن يكون الكلام موصولا، إلا أن يكون الكلام موصولا. قال لا يصح الاستثناء، وهذا جمهور قول جمهور أهل العلم، قالوا إلا أن يكون موصولا. فاحتجاج ابن عباس بقول العباس رضي الله عنه وأرضاه في الحديث أن السلام أدخل كلاما أجنبيا في هذا الباب عندما قال ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يفدي، إما أن يفدى، وإما أن يقتل يعني القاتل. فقال العباس إلا الإذخر يا رسول الله فإن نجعله في قبورنا وبيوتنا، فإن نجعله في قبورنا وبيوتنا. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر. فقالوا إذن هنا النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بكلام أجنبي ثم استثنى، وصحيح الراجح أنه لابد أن يكون الكلام موصولا، لابد أن يكون الكلام موصولا، إلا فالنبي صلى الله عليه وسلم في معرض الكلام لم يسكت، وهذا الكلام كان متواصلا، وأيضا كان لم يكن الكلام بعيدا عما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. فالصحيح الراجح بذلك هو لابد أن يكون الكلام موصولا. ولو كان الأمر على الاستثناء كما قالت المرأة، لو كان الاستثناء على ما قال ابن عباس لكان أحرى بيعقوب أن يفعل ذلك، بيعقوب أو بأيوب، بأيوب أن يفعل ذلك، لأن أيوب نظر أن إيش؟ أن يضرب امرأة، فلو كان الاستثناء ينجيها لأمر الله جل وعلا أن يستثني، ولكن قال خذ إيش بيدك نعم، فأمره بالضرب أيضا، لكنه لو كانت المرأة تنجو من هذه الضربة الوحيدة اللي بتساوي المئة فإنه يأمره الله جل وعلا بالاستثناء،
فلو كان نافعا ناجعا لأمره به، فلما لم يأمره علمنا أنه لابد أن يكون استثناء موصولا. هذه المسألة تتعلق بهذا الباب. في قولي أيضا إن هذا البلد حرم الله من خلق السماوات والأرض فهو حرام، قال علماؤنا يستنبط من ذلك أنه لا يدخل البلد الحرام أحد قط إلا محرما، وهذا قول هذا قول أحد قولي الشافعي وقول المالكية، فالقول الجمهور قالوا بقول السلام إن الله حرم هذه الأرض يوم خلق السماوات والأرض، قالوا هذه فيها دلالة نستدل به على أنه لا يدخل امرؤ مسلم قط هذه البلد الحرام إلا محرما، وهذا القول الأول. القول الثاني هو قول الشافعي، وهذا الراجح الذي ندين الله به أن الأمر على التخير وأنه ليس باللزوم أن يدخل المرء محرما، وإلا فقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم فاتحا مكة بغير إحرام، في الرواية دخل على رأسه الإيش المغفر، ودخل صلى الله عليه وسلم وقد عمم نفسه بعمامة سوداء، والجمع بين الروايتين أنه أول الدخول كان إيه كان على رأس المغفر أنه أراد القتال، ولما دخل فاتحا بفضل الله وبرحمته ومنته عليه خلع المغفر فكان معمما بعمامة سوداء تحت المغفر، فخطب الناس بالعمامة السوداء. الغرض المقصود أنه دخل مكة غير محرم، دخل مكة ولم يكن محرما بأبي هو وأمه، والدلالة على أنه لا يجب لكل إنسان ده أن يكون داخل مكة. طبعا الاتفاق اختلفوا في مسألة دخول مكة أن يكون محرما، قالوا لو دخل مكة وكرر الدخول كالحطاب وكالبريد وغير هؤلاء من الذين يدخلون مكة لعمل ما والدخول يكون متكررا، قالوا هذا باتفاق لا يلزمه لأنه سيلحقه المشقة، والمشقة تجلب التأثير، وحيثما كان التأثير فثم شرع الله جل في علاه، إذا ضاق الأمر إيش اتسع. لذلك قال علماؤنا في هذا الباب، قالوا هذا خرج من النزاع الكلام في من دخل ولم يكن دخوله متكررا، فهل يجب عليه الإحرام أم لا؟ القول الأول يجب في هذا الحديث. القول الثاني هو الراجح الصحيح، لأن عندنا الدليل الآخر دخل سلم على رأس المغفر بأنه يمكن أن يدخل إن لم يرد الحج والعمرة أن يدخل غير محرم، لا سيما وأن سلم لما اشترط الإحرام قال في سياق الحديث قال هن لهن ولمن أتى عليهن، يعني لابد أن يحرم، هن لهن ولمن أتى عليهن ممن أراد الحج وإيه والعمرة، يبقى هذا قيد مفهوم من لم يرد الحج والعمرة له دون أن يحرم دون الإحرام، فهو ألزمه بالإحرام بقوله هن لهن ولمن أتى عليهن ممن أراد الحج والعمرة، هذا منطوق المفهوم من لم يرد الحج والعمرة له أن يدخل بدون إحرام، وهذا رجل صحيح لا سيما ودخول النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل وعلى رأسه المغفر. وأيضا من قول النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله حرم هذه البلد دلالة واضحة جدا على أنه لا يجوز القتال في مكة، وأن من دخلها كان آمنا، لا سيما أن الله جل في علاه قال أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا وتخطف الناس من حولهم، وأيضا قال الله جل في علاه ومن دخله كان آمنا، فلا يجوز قتال مكة ولا يدخل بسلاح في مكة، وهذا قول الجمهور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإنه لم يحل القتال لأحد قبلي ولن يحل لأحد إيش بعدي، إنما حل لي ساعة من النهار، وهذه دلالة واضحة جدا على الخصوصية، وإن كان الجمهور يقولون وإن دعت الحاجة للقتال فيها يجوز، وإن دعت الحاجة لحمل السلاح فيها يجوز، والحق أن نقف عندما أوقفنا المسلم قال ولم تحل إلا لي وحل وأحلها الله لي ساعة من النهار فقط، فهي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذه القضية قضية خصوص للنبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما أن عموم قول الله تعالى من دخله كان آمنا، قال الله جل في علاه ولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. الغرض المقصود بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم ولم تحل لي إلا ساعة من النهار فهي حرام، فيه رد على كلام عمرو بن سعيد، لأن أبا شريح نصح عمرو بن سعيد وقال إن السلام رحمك الله أيها الأمير، وهذا أيضا فيها الأدب عندما تنصح للأمر، وفيها مراجعة للأمر أيضا ليرجع إلى مسألة الشرع، لأن الله تعالى جعل له السمع والطاعة بشرط وقيد أن يسمع هو ويطيع لله ولرسوله، قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قال علماؤنا لم يفرد ولاة الأمور بالطاعة لأن طاعتهم مرتبطة ومنوطة بطاعة الله والرسول، لذلك أبو بكر رضي الله عنه لما قام خطيبا في الناس قال لهم أطيعوني ما
ما أطعت الله فيك. فقال له أحدثك يوم الفتح بحديث أن السلام سمعته أذناي ووعاه قلبي، فذكر له أن السلام قال إن مكة حرم الله ولم يحرمها الناس. فهو قال قد علمنا ما كان يا أبا شريح. والحق أن الحق كان مع أبي شريح، وأن كان الجمهور يرجحون ما ذهب إليه عمرو، لكن الصحيح أن السلام قال لم تحل لأحد، لن تحل لأحد بعدي، ولم تحل لي إلا ساعة من النهار، فالقتال في مكة لا يجوز بحال من الأحوال. أيضا نمر على مسألة أخرى لضمن هذه المسألة في الباب الذي يليه، وهو حمل السلاح في أهل مكة، وهو محرم أيضا، لأن السلام نهى أن يدخل المرء أو يحمل السلاح بمكة. قال الحسن البصري يحرم على أي أحد أن يدخل بالسلاح إلى مكة، وهذا قول كثير من المتقدمين، لكن جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية قالوا لا، إن دعت الحاجة لحمل السلاح جاز ذلك، واستدلوا بفعل من؟ بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، واستدلوا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن من المتقدمين حتى من الصحابة كانوا يرون أن مكة لا يجوز حمل السلاح فيها بحال من الأحوال، لأن ابن عمر اشتد، كان سبب مقتل ابن عمر هذا الذي يتبناه، لأن الحجاج بن يوسف الثقفي لما ذهب حاجا وأمره الوليد أن ينضوي تحت راية ابن عمر، وجد ابن عمر أن الحجاج أمر الناس بحمل السلاح عند الدخول إلى مكة، فنهاه عن ذلك وزجره وقال إن السلام نهى عن هذا. أما الجمهور قالوا إن دعت الحاجة، وإن كانت في هذه الأزمنة يعني يكون هذا هو الأقرب إلى الصواب، يعني هذا هو الأقرب إلى الصواب، قول الجمهور في هذه الأزمنة هو الأقرب إلى الصواب، إن دعت الحاجة لحمل الأسلحة يعني كان في ذلك فرجة لهم، لا سيما أن السلام دخل مكة وعلى رأسه المغفر وكان معه السلاح. ويبقى لنا الكلام على آخر الحديث أن السلام دخل مكة وعلى رأسه المغفر. العلماء قالوا هنا الحديث فيه بعض التعارض، لأنه في رواية قال دخل مكة فخطب الناس وعليه عمامة سوداء، وفي رواية أخرى دخل مكة على رأسه المغفر انحنى حتى طأطأ رأسه حتى ضربت حياته صدره. فقالوا كيف نجمع بين الروايتين؟ الصحيح الجمع بين الروايتين أمر يسير، وهو أنه كان قد ارتدى المغفر حماية له لأنه يجهز نفسه للقتال، وهذا أيضا استدل به الشافعي على أن مكة كانت إيش؟ عنوة مالك، على مالك، هذا دليل له بأنها فتحت عنوة لأن السلام دخل على رأس إيش؟ وعلى رأسه المغفر. فقالوا إذا هذه دلالة أنه فتحها عنوة، فلما خطب الناس خلع المغفر، وكان قد تعمم بعمامة إيه؟ بعمامة سوداء. هذا الجمع بينهم أن العمامة السوداء كانت تحت المغفر، فمن قال بأنه دخل على رأس المغفر لم يره العمامة، فلما خلعها وخطب الناس بالعمامة السوداء فكانت. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. فذافق كسقي الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقية. وتلك عقيدة فأخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيي.